وأمر جيد جدا. لكن في بعض الجوانب المهمة اللي لازم نتكلم فيها في هذه المباراة، بالتحديد فيما يتعلق بالأهداف، أداء النادي الأهلي، يعني الأمور كانت ماشية بشكل جيد. اللي عايز أتكلم عليه بالتحديد الأهداف الخاصة بالفريق، وبالتحديد مروان محسن. مروان محسن امبارح ضيع كورة الشوط الأول، يعني لو ماتش كان خلص من غير ما يجيب أهداف كان الأمور هتبقى صعبة قوي بالنسبة لمروان. ويا ريت يا فضل تجيب لي الكورة بتاعت مروان، أهي هي دي. هو رايح بالكرة، انا متاكد ان الكرة مش هتيجي جون لسبب بسيط جدا، مش عشان هو مروان لعيب قليل، لا خالص، لعيب جامد قوي، لكن في نفس الاحوال هو عليه ضغوط السنين، الناس كلها مراقبه، خلاص الكوره انت رايح انفرادي رمضان يلا هات جون بقى، لو ما جبتش جون يبقى انت كده لعيب على قدك. لا يا جماعه ده مش منطقي، وهو رايح بالكرة بيفكر ده كله. ده بسبب ايه؟ بسبب الانتقادات الكتيره اللي كانت على مروان، انتقادات كتيره جدا وضغوط كتيره جدا، وهو رايح وهو ماشي بالكوره رايح للجون، تمام، هو عمال دماغه شغاله، الناس هتقول عليا ايه لو انا ما ضيعت الكره دي، الكلام والضغط وهيبقى اكتر بكتير لو الكره دي ضاعت، ففكر كذا تفكير، فبالتالي لما فكر كذا تفكير الكره ضاعت، فبالتالي اصبح عليه ضغوط اكتر. بص لما سند على ركبته كده، دي قمه الاحباط، دي قمه الاحباط اللي احنا ما نتمناهوش لاي لاعب في فرقتنا، لان اي لاعب موجود في الفرقه هو اللي باذن الله باذن الله هيقدر يكمل الفريق ويقدر يحقق المرجو من كل الفريق ككل، يعني في كل البطولات. لكن بعد كده جه مروان محسن، والحمد لله ان هو جاب هدفين، لان ده امر هيخليه يبتدي يستعيد الثقه بشكل اكبر، وباذن الله تفتح معاه بقى، يعني بلغه الكره كده تفتح معاه ويبقى ماشي بشكل جيد ويجيب اهداف اكتر من كده بكتير. فبالتالي من اهم مكاسب الامس مروان محسن لاعب النادي الاهلي وعودته للتهديف من خلال هدفين، وده امر غايه في الأهمية.